مزارعو التفاح يعانون كل سنة في إيجاد أسواق لتصريف إنتاجهم وسط غياب الخطط الفعالة الرسمية في هذا المجال. هو التفاحة اللبنانية بتمتاز بطعمتها وبتمتاز بنكهتها، ولكن بينقصها كتير أو بتفقد المعايير الدولية المطلوبة بهالدول من ناحية الجودة ومن ناحية الشكل ومن ناحية كمية السموم اللي عم تنحط عليها. وواقع التفاح بلبنان واقع صعب. نحن قد خرجنا من المنافسة العالمية من فترة طويلة، من وقت اللي صار فيه ستاندرد انترناشنال ستاندردز بإنتاج التفاح، صرنا خارج المنافسة من ناحية الجودة ومن ناحية الكمية. في بشري ولدت مبادرة هدفها تشجيع المزارع المحلي ومساعدته بتسويق المحصول. مبادرتنا السنة هي كانت حل جزئي وسريع لتخليص الموسم السنة، ولكن هو خطوة أولى من مشروع متكامل لإنقاذ القطاع على مدة طويلة. أعطينا حق المزارع بتفاحاته مثل ما هن بيستاهلوا. عملنا لأول مرة بلبنان مشروع الفرز على المكنات الحديثة. صار قادر المزارع بهذه الطريقة يعرف إنتاجيته، إنه أنا لازم حسن ولا ما لازم حسن. هالمبادرة الفردية من شأنها حث المزارع على الإكمال بمهنته وسط تراجع الأراضي الزراعية بلبنان، والمجتمع المدني مدعو لإيجاد دايماً هيك مبادرات تمكن اللبناني من التمسك بأرضه وجذوره. بشرنا بشراية التفاح مباشرة من المزارع، ووكلنا فريق عمل مختص لعملية الشراء وإقناع المزارع بالمكننة بالتصنيف وبالتعريب والتوضيب إلى آخره لحدية التسويق. هيدي المعايير اللي حطيناها هي معايير تحترم البيئة بالدرجة الأولى، تحترم المزارع وصحته وصحة عائلته للمزارع، تحترم العامل الزراعي يلي عم يشتغل بالأرض عند المزارع، وبالتالي تحترم المستهلك وصحته.